مانشستر سيتي مع المدرب شيكسبير طبعا بعد الرحلة المميزة مع كلاوديو رانييري. عندما نتحدث عن ضغط عالي، صلاح لديه الكرة، صلاح والجماهير في كل لمسة في كل همسة عندما يلمس هذه الكرة، وهنا فرصة خطورة ولكن كاسبر شمايكل يتصدى لكرة كانت تلك الجماهير التي غنت كذلك لهذا الفريق والتي كانت سعيدة بحضور نادي ليفربول مثلما هو الحال في كل عام على مستوى المباريات الودية وعلى مستوى التحضيرات والاستعدادات لكل موسم. بالنسبة تضرب للخلف تعود مرة أخرى رياض محرز عند الكرة، رياض وتمرير وصلت تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة ركنية لمصلحة فريق ليستر سيتي في هذه الأثناء. على يسار الحارس لوريس كاريوس ستنفذ هذه الركنية، ستلعب ويس مورغان دائما سيتقدم أكيد بدون أي شك، بينما إسلام سليماني من يعشق الكرات الرأسية، اللاعب اللي دائما الكرات الرأسية الخاطفة ما يميز هذا اللاعب الجزائري، كرة وصلت عالية والرأسية هنا حاضرة متب يبعد الخطر ويبعد الكرة الماضية اللي تصل مرة استخلص هذه الكرة دريك إسلام سليماني كل كرة بعد ذلك من الجانب الأيمن. رياض الفنان عند الكرة، رياض يحاول أن يمر يتقدم يتوغل يعرض هذه الكرة لكن في الأخير تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. رياض محرز والرغبة في اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم باعتبار أن ليستر سيتي الذي كان حاضرا في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي طبعا لن يكون حاضرا نادي ليستر سيتي، وبالتالي الحديث عن عرض من نادي روما ولكنه رفض من إدارة فريق ليستر سيتي، والحديث دائما يطول حول محرز قبل نهاية سوق الانتقالات الذي طبعا أتى الماضي. أعطى لرياض محرز مهار الآخر بينما هنا كرة تنفذ الخطأ ينفذ بصورة سريعة جيمي فاردي والعرضية باتجاه إسلام سليماني لكن ماتب كان في التغطية الدفاعية وبعد ذلك كرة تصل عند أرنولد. أرنولد عند الكرة مرة أخرى لمصلحة ليستر سيتي، رياض محرز يتقدم يبحث عن زمير، رياض محرز عند الكرة عكس تشيل اللعب إلى أقصى اليسار بعد ذلك تصل مرة أخرى لمصلحة نادي ليستر سيتي، بعد ذلك رياض محرز عند الكرة مرور اعتيادي بصورة مثالية اعتيادية بينما هنا تقدم ممتاز. يا سلام يا سلام الله 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 رياض محرز بالمهارة بينما هنا وصلت إلى جيمي فاردي وبعد ذلك رياض محرز والتسديد لكنها صدمت في العرضية. بالكرات الطبيعية بالكرات التي تعودناها بالكرات التي اعتدناها بالرأسية الخاطفة من إسلام سليماني بهذه الصورة، عليك أن تلعب الكرة بهذه الطريقة، نعم عليك أن تلعب الكرة يا البرايتون وبعد ذلك العرضية التي أتت من كريستيان فوكس بهذه الطريقة واترك الباقي على إسلام سليماني اللي وضع الكرة وسجل الهدف الأول لمصلحة ليستر سيتي في هذه اللحظات، نعم بالصورة الاعتيادية بصورة أخرى. تعود مرة أخرى رياض محرز يتقدم يلعب عن سمير، رياض عند الكرة رياض والصورة المستمرة بهذه الطريقة، رياض محرز اللي يمتع الجماهير الحاضرة هنا. يا سلام الله 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 إسلام سليماني إسلام سليماني، كل فريق كبير في أوروبا عنده حق بأن يهتم كل الاهتمام بهذه الموهبة، عنده حق بأن يهتم كل الاهتمام بهذه الجوهرة الجزائرية الثمينة. الله عليك الله عليك رياض محرز مرور مهارة لاعب اللي يمتع هذه الجماهير الحاضرة وحقت المتعة هي جزء من 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 الأمور التي أتت من أجل هذه الجماهير خصوصا في مثل هذه المباريات التحضيرية الاستعدادية وبالفعل شاهد الكرة والمرور بعد ذلك في لقطة أخرى وبالتالي الخطأ يصفر حكم اللقاء لمصلحة فريق ليستر سيتي، الفريق الذي يبحث عن هذه هل يتوج رياض محرز أو يتوج ذلك الأداء والمهارات التي شاهدناها بهدف ثاني، هدف تعزيز، هدف أمان، هدف ضمان لنادي ليستر سيتي في هذه اللحظات، أم أن لدرينك ووتر أو كريستيان فوكس اللاعب اللي صنع الهدف الأول في هذا اللقاء هو من سيسدد هذه الكرة. عموما نشاهد نرى نتابع هنا درينك ووتر والتصوير دفاعي كانت حاضرة في الكرة الماضية، كرة بتعود مرة أخرى لإسلام سليماني يرسل الكرة باليسار برايتون، البرايتون عند الكرة كسر كرة ترسل طويلة إلى أقصى اليسار سلة مرمى، جماهير ليفربول تتمنى لو أن فريقها يعود مثل ما كان، كرة وصلت إلى أقصى القصير والهدف الثاني في هذا اللقاء والهدف الثاني بقميص ليفربول، هذا الصغير هذا القصير لكن لم يكن كذلك في الكرة الماضية بكرة الرأسية وبهدف التعادل يرد على إسلام سليماني ويسجل هدف التعادل لنادي ليفربول، لكن هنا البداية
الكرة وبعد ذلك مرر، عادت إليه مرة أخرى وبالتالي التمريرة الأخرى آتت من جديد وبهذه الصورة. يا السلام يا السلام يا السلام يا كوتينيو بكرة كانت مميزة محمد صلاح و... إلى غرب القارة، كرة وصلت طويلة، تعود الكرة مرة إلى نادي برشلونة. لكن هنا لدينا كرة باتجاه رياض محرز لكن كاريوس بالتغطية ستنفذ رمية الجانبية، كرة ترسل عالية، تغطية دفاعية حاضرة، كرة بتعود مرة أخرى لمصلحة فريق ليفربول وصلت إلى أقصى اليمين، عودة الخلف من جديد، ويس مورغان يترك الكرة إلى كاسبر شمايكل، عند الكرة معقولة في اليسار، تقدم انطلاقة محاولة في الأخير تحولت إلى خارج الملعب، كرة من مينر بعد مهارة اللاعب رياض محرز لكن إلى رمية تماس في هذه اللحظات، ونفذ رمية الجانبية لمصلحة فريق ليستر سيتي. النسخة الأولى كانت وكما ذكرت في عام 2003 تشيلسي نيوكاسل وكذلك برمنغهام سيتي، هذه الأندية الإنجليزية التي شاركت بالإضافة لمنتخب ماليزيا في عام 2005، بولتون منتخب تايلاند تحت 23 سنة مع المان سيتي وكذلك نادي إيفرتون، ثمانية تعادلات. وهنا ألبرتو مورينو هو من دخل بدلا منه في هذه اللحظات، لدينا كرة نقلت من الجانب الأيمن بعد ذلك محاولة مستمرة من الجهة اليمنى، وصلت الكرة مرة أخرى إلى أقصى اليسار لمصلحة نادي ليستر سيتي، تلعب الكرة إلى رياض محرز يتعثر، كرة إلى خارج ملعب تحت في وسط الميدان، تعود الكرة مرة لمصلحة فريق ليستر سيتي، رياض محرز يتقدم يحاول، كرة بتعود مرة أخرى في وسط بعد ذلك وصلت إسلام سليماني، فينالدوم هولندي قطع الكرة وصلت إلى كوتينيو يتقدم، كوتينيو عند الكرة عرضية لا ترسل عالية داخل منطقة الجزاء، فيرمينيو يمرر إلى أمورينو ليستر سيتي، بينما لدينا كرة ومحاولة لمصلحة ليستر سيتي وتصويبة من جيمي فار مصلحة نادي ليستر سيتي، تلقى الكرة إلى إسلام سليماني، لالانا إلى ماتبا وإلى اللاعب أرنولد، وصلت إلى كاريوس مرة أخرى يرسل